اليوم هو بعيد عن السياسة، مفتوح على كل اتجاه، فيه الكثير من التعليقات والمشاركات الطريفة بقدر ما فيه أيضا من تعليقات جادة تحاول أن تنفذ إلى الموضوع. تعرف أن قضية مشاركة الرجل في الأعمال المنزلية في مجتمعاتنا العربية هي قضية قديمة متجددة وتحظى بكثير من الجدل. في معرض الإجابة عن سؤالنا المباشر الذي طرحناه اليوم لمشاركينا للرجال تحديدا، هل تشارك زوجتك في الأعمال المنزلية؟ جاءت أكثر التعليقات طرافة في حوار اليوم. من هؤلاء مثلا خذ محمد رزق، محمد رزق يقول بالعامية المصرية، يقول أكيد طبعا بساعد وده شيء أساسي، بساعدهم بأعلى هدومي اللي عايزة تغسل، برفع رجلية وأنا قاعد على الكرسي عشان يعرفوا يكنسوا، بأكل في الأطباق اللي بيغسلوها، بنام على السرير اللي بيرتبوه بعد ما أقوم من النوم. مساعدة دي ولا مش مساعدة يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ هكذا يختم مساعدة. محمد بالطبع محمد، هناك المقاربات الجادة والمشاركات الجادة التي تحاول أن يعني تفسر الموضوع اجتماعيا، الظاهرة اجتماعيا، وتجد أساسا لها. سنعرف لكم جميعا خير بنا نعرف كنيك لك أو منعرفش عندي يوم يا ربي فضل هالي وأخواتي بنيت قايمين بالواجب معنا المدرسة بتجيب حاجة وانت جاي، هي دي المساعدة. المساعدة ايه يعني؟ هرد على العيال يعني كمغربية انا اقول لك عندنا في السنة شهرين يعني عيدين، ترى الرجل يعمل كالمرأة في عيد الأضحى وفي شهر رمضان لأنه يكون يعني جائع والشهوات فيقوم بالعمل في المنزل، يوجد المائدة، وفي شهر العيد الأكبر يعني كذلك اللحم بالخروف يعني يشارك صحيحة. وبقيت السنة ما بيعملش حاجة خالص يعني ولا حاجة ولا حاجة. طيب. وكمان كما أنا أقول أن هذا يعني حتى يكون هناك هذا يكون هناك واجب، هذا عمل المرأة أخي، نحن كنساء نطلب المساواة، وإذا أردنا المساواة علينا أن يعني نعلمها لأولادنا. تحدثنا عن عشرات السنوات يا دكتورة ماضية، لكن الآن المرأة تعمل مثلها مثل الرجل، وأحيانا كثيرة تكون هي المعيل للأسرة، وبالرغم من ذلك عندما نتحدث عن أعمال المنزل خط أحمر. نعم هذا صحيح، والواقع أن عمل المرأة خارج المنزل أضاف لها أعباء جديدة، ونحن نعتقد بأنها عمليا أخذت حريتها، إلا أن هذه الحرية أضافت عليها مزيد من الأعباء. فمثلا عندما تعود المرأة من العمل أيضا تعود منهكة إلى المنزل، فلماذا لا يساعد الأبناء ويساعد الرجل في أعمال المنزل مما يدعمها وجدانيا وعاطفيا، وهذا يساعد أكثر على التفاهم بين المرأة والرجل. دائما عود الشاب أنه هو دائما البنت بدها تضب وراه ودائما البنت بدها تعمل وراه، بس برأيي أنه لا، في عليه مسؤولية هو كمان. إيه بخليه يشتغل معي بالبيت أكيد، لأنه مثل أنه مش بس الشغل على البنت بالبيت، يعني فيه الشاب يساعد كمان بالبيت. ليش بدي عوده أنا يفوت على المطبخ أو يفوت يجلي أو يكوي، أو في بنات بالبيت وفي أم يعني ما بتصور أنا الشاب لا معي. الشيء اللي إحنا تعودناه من إحنا وصغار، يعني إحنا من بيتنا والدتي والدي وكذا ما كان عندنا شغالة أو يعني مثل ما يسمونها خادمة في المنزل، مع أن إحنا مجتمعاتنا يعني في الكويت وفي الخليج هذا أمر متعارف، لكن والدتي كانت ترفض هذا الشيء وكانت تقسم الأعمال المنزل علينا يعني من إحنا وصغار. يعني أنا عمري 12 سنة 13 سنة كنت أنا أكنس في البيت، طبعا بالدور حسب السكجول حسب الجدول يعني كنت أنا أكنس في البيت، أمور الشخصية مثلا في الغرفة كنت أنا أسويها، ملابسي كذا، الأمور متعلقة فيني، فكنت أنا يعني من أنا وصغير تربيت على هذا الشيء. قيود تعتقد أن المجتمع يفرضه عليك، يعني هل يتقبل مجتمع مثل المجتمع السعودي فكرة أنك رجل وتقوم بالمساعدة؟ والله المجتمع الله يطول عمرك يختلف، في ناس أيوة وفي ناس لا، لكن أنت الآن داخل بيتك مع أولادك ما عندك حد خارجي عشان يشوفك أنك في المطبخ ولا في الصالة ولا في لا تعمل شيء. لكن أنا أتوقع أنه البادية بالذات عندهم هذا الشيء طبيعي. طيب لكن حتى بقية الأسرة، يعني واحد من المتصلين قال لي أنه إذا رأت أمه مثلا أنه يساعد الزوجة بالطريقة التي تفضلت وشرحتها كثيرا ما تنتقد وتقول له لا، لأن هذا انتقاص من رجولته. الأسرة الكبيرة مرة أخرى يا جمعان، هل تتقبل فكرة المساعدة هذه؟
الأسرة الكبيرة احتمال أنها ما تتقبل. أنا أنا أساعد كثيرا. أنا ربما أفعل جل العمل. بجد ولا؟ حقيقة عشان التلفزيون بس. حقيقة لا هذا يعني على الأقل يعني أنا تحدثت عن معاناتي مع الأولاد لأنهم مش لا أدري هذا الجيل لديه مشكلة كبيرة جدا هو دائما يستخدم الأشياء ويلقيها يلقوها في المطبخ وأنا أتكفل بال. ربنا يكون في عونك.